السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباريات دور الربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار، وتستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري. وكان قد تأهلت إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 منتخبات، وهي نيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الكوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور. موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا: يستضيف ملعب السلام مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 7 فيفري في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت كرينتش. موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية: تقام مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل 7 فيفري على ملعب حسن وتارا الأولمبي في تمام 8 مساء بتوقيت كرينتش. هذه كانت مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلك كل أخبار كأس أمم إفريقيا.